انت عارف انه بيقال انه ميتلاند كان كوبري عشان تروح الاهلي؟ لا خالص والله، والله خالص، ولا كان كوبري ولا حاجه. بس هو انا يعني ما وفقتش في النادي هناك، بس انا لما قررت ارجع مصر رجعت يعني كان نادي الزمالك حد في مجلس الاداره كلمتهم، بس الناس هي كانت مقصره في حقي، وانا يعني انا ما اقدرش اغصب على حد. وبعدين النادي الاهلي شرف لاي حد، مسافه ما لقيت مسج بس ما بعتلي من النادي الاهلي، اي لعيب في مصر يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعا، فدي ما خدتش تفكير 1% في دماغي خلاص. كانوا مقصرين في حقك ازاي في نادي الزمالك؟ لا في حاجات كتير، حاجات كتير كانت مقصره، بس طبعا اشرح قول بقى، انت جمهور الزمالك زعلان منك، فرصتك. لا خالص والله، يعني بس اقول لك حاجه، الجمهور اللي بيحبني من جمهور نادي الزمالك، وانا متاكد ده 1000000% ان الجمهور بيحبني، هم فاهمين الموضوع مش ازاي. هو كان في شوية مشاكل بس كده في الإدارة دي عندهم، أنا يعني مش هينفع أتكلم فيها. يعني اللي أنا أقوله إن أنا لما رجعت من الاحتراف، أنا ما لقيتش حد، يعني أنا كلمت كذا حد عشان نرجع النادي، ما فيش حد اهتم بالموضوع قوي، أو بالظبط كده زي ما بيقولوا لي روح خلص أنت نفسك. مع إنك كان في تأكيد عليك قبل ما تسافر إن أنت يوم ما ترجع هترجع على الزمالك. أوكي ماشي، بس أنا عايز أوضح حاجة تانية، ان انا يعني كل المناوشات اللي حصلت كان كل ده مفيش حد من مجلس اداره النادي الاهلي كلمني، ومفيش حد من النادي الاهلي خالص كان بيكلمني في الوقت ده، بس انا لما لقيت فعلا مسج بس مبعوت لي من كابتن امير، انا قرار ما خدتش حتى 1% ان انا افكر فيه ان انا طبعا العب في النادي الاهلي ده. انت كنت قايل ان انت راجع على نادي الزمالك. ما انا قلت، انا قلت فعلا ان انا كنت هرجع على نادي الزمالك، بس انا ما لقيتش تقدير من في ناس، ما لقيتش منهم تقدير، مش عايز اذكر اسامي عشان ما حدش يتضرر فيهم.